اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الجو هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر على السواحل الشماليه. اما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الانحاء. لتفاصيل اكتر خلونا نروح للدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. وحضرتك طيبة يا دكتور. بداية عايزين حضرتك تطمنينا أكتر عن حالة طقس تاني أيام العيد. يمكن احنا يعني منذ عدة أيام بنشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة كلنا مستشعرينها، خاصة فترة النهار، بالإضافة كمان مع ارتفاع نسب الرطوبة. الحمد لله النهاردة هيكون آخر يوم في ارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة طبعا، او الاحساس بارتفاعات درجات الحراره الملحوظ بسبب ارتفاع نسب الرطوبه مع امتداد منخفض الهند الموسمي. لكن الاجواء بصفه عامه هي اجواء مستقره تماما خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، يبقى فقط ارتفاع نسب الرطوبه مع ارتفاع الطفيف في درجات الحراره العظمى بتوصل على القاهره الكبرى ب 36 و37 درجه مئويه خلال فترات النهار، ودي درجه الحراره المقاسه في الظل المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه بتوصل ل 39 و40 درجه مئوية. الأجواء خلال فترات النهار أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد بتمتد كمان لأجواء شديدة الحرارة لمحافظات جنوب الصعيد، بالإضافة كمان لأجواء حارة رطبة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن بيبقى في نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق سرعاته ما بين 30 لل 40 كيلو متر على الساعة. نشاط الرياح ده بيخلينا نحس بدرجات حرارة أقل، لأن هو بيحسسنا بنسب رطوبة أقل خلال فترات المساء وخلال فترات الليل تحديدا، بالإضافة كمان بتتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لكن هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور، لكن طبعا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خاصة في الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وبتتلاشى فورا سطوع أشعة الشمس. طب يا دكتور بالنسبة لبكرة وبعد بكرة، هل هيكون في انخفاض في درجات الحرارة زي المتوقع أنها تكون 35 في القاهرة؟ بالفعل هو متوقع ان شاء الله يكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هتبدا درجات الحراره تنخفض وتوصل ل 35 درجه مئويه، بالاضافه كمان المحسوسه يعني هيبقى في نشاط رياح، مش هنحس قوي بارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، لكن يبقى طبعا ان درجه المحسوسه هتكون اعلى من درجه الحراره المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده هيستمر معانا اليوم الثلاث والاربع ان شاء الله الجاي. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 36 والصغرى بتسجل 25، الاسكندريه العظمى 31 والصغرى بتسجل 25، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23، سيوه العظمى 35 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى كمان 31 والصغرى بتسجل 23، الاسماعيليه العظمى 36 والصغرى 23، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 24، سان كاترين العظمى 33 والصغرى 17، طابة العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى بتسجل 30، الغردقة العظمى 39 والصغرى 31، الفيوم العظمى 37 والصغرى بتسجل 24، بني سويف العظمى 37 والصغرى 26، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 27. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 39 والصغرى بتسجل 27، سوهاج العظمى فيها كمان 39 والصغرى بتسجل 28، قنا العظمى 40 والصغرى 29، الأقصر العظمى 41 والصغرى بتسجل 30، أسوان العظمى 41 والصغرى 30، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى بتسجل 27، شلاتين العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجه معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. نشكرك يا ليندا، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول دكتور منار غانم، شكرا ليكي.